liens sont extraordinaires. Je peux pas quitter Krish. Non, tu peux pas le quitter. Je peux pas le quitter. Oui, non, tu peux pas quitter Krish. اهم الحوايج اللي كيخليو ان فيلم ينجح هي الموسيقى اللي كتكون في لو فيلم اولا لا سيري. الموسيقى اللي تتختار في الافلام ما تتختارش بغزار او لهر حيت شي واحد الموسيقى معروفه او لا زوينه غادي دار في اون سيري. بارفوا تيكونوا واحد النوع ديال الموسيقى اللي الى داروا اور هذيك لاسين تيبانو عاديين ريان دو سبيسيال، مي اون فوا تتكون مع ديك لاسين تتعطي واحد البلوس. يعني نقدروا نقولوا ان لاسين هذيك لاسين اللي في الفيلم تتكمل هذيك الموسيقى والموسيقى تتكمل لاسين، وبغض النظر على لو فيلم لو جونغ ديال واش كوميدي واش اوغور واش دراما هادو كاملين ميمكنش نلقاو ان فيلم ما فيهش الموسيقى. يعني واحد لو فيلم اللي خاوي او الهر الريح واصوات ديال الشجر والبغويطاج امبوسيبل، ضروري تلقاو الموسيقى. يعني تتلعب دور كبير من ناحيه لاسين والواقعيه ديالها، وباش تتبان لينا هذيك لاغياليتي اكثر في كيقربونا من ديك لاغياليتي ديال ليستوار، كسوا كانت ليستوار ابري اون فري ستوار او لا ايماجينير. يعني هاد الناس اللي كتبوها و سي تا سيناريو من ليماجيناسيون. في لي دو كيخصنا ضروري موسيقى، وكيف ما قلت ماشي اي موسيقى. بارفوا نقدروا نلقاو موسيقى كلاسيك السيمفوني تلقاوها بزاف، مي بيان سور في الافلام الكبار حيت تطلب بودجي كبير ستاف على قدو بزاف ديال لي ميوزيسيان تيخدمو باش يطلعوا اغنيه واحده. بيان سور تيكون لانجينيور دو سون